اهلا فيك عن جديد. اليوم كنا عم نحكي عن الحوار، ما له مين يعني راس مدبر لهذا الحوار، في مسعى فرنسي، ولكن هذا المسعى الفرنسي مش معروف اذا راح يقدر يجمعهم بلبنان ولا لا، لانه فكره الرئيس بري كانت بمجلس النواب، ولكن ليس هو من سيدعو ولا هو راح يشارك. قد ايه ممكن يعول على اي حوار القيادات الحزبيه ما تكون موجوده بهذا الحوار، يكون بس ممثلين عنها؟ شوفي، هناك يعني لبنان والحوار هناك تاريخ منذ بداية الحرب، من حوارات كانت على مستوى الحرب لجان أمنية بسباق الخيل، وصولا إلى الحوار الذي قادته اللجنة العربية، وتحديدا عميد وزراء الخارجية في العالم الوزير الراحل السعودي الأمير سعود الفيصل، ومن ثم مساعي اللجنة العربية الثلاثية التي أوصلت لبنان إلى اتفاق الطائف، وبعدها حصلت حوارات في مجلس النواب واللقاء التشاوري وسواها، وما سبق ذلك أيضا جنيف ولوزان إلى أن تأتي التسوية. الآن هناك شغل رئاسي، كانت تحصل حوار إنما كان ينتخب الرئيس تحت وابل من القذائف والرصاص، وهذه الصور لازالت مثل العيان اليوم في قصر منصور عندما أتوا النواب وانتخبوا رئيس جمهورية تحت القصف، والأمر عينه انتخب في الفنادق في كانت الفيضيف في أماكن أخرى. الآن الحوار يقال أنه البعض لا يقبل بالحوار قبل انتخاب الرئيس باعتبار ذلك انتهاك للدستور، إنما اليوم هناك حاجة ماسة للحوار. لا ننسى أن رئيس حزب التقدم الاشتراكي انطلق من خلال مبادرته بالحوار، وأيضا الوزير لادريون تحدث عن الحوار، والرئيس نبي بري أطلق الحوار، ومعظم القوى السياسية تدعو إلى الحوار. ما عدا التيار والقوات، يعني من أفشل دعوة الرئيس نبيه بري هن التيار والقوات، اليوم شو عدا ما بدأ يرجعوا هن يدعوا إلى الحوار أو يطالبوا بالحوار ضمن شروط، وهذه الشروط مرفوضة من الفريق الآخر؟ يعني أنا برأيي أنا مع انتخاب الرئيس قبل أي شيء آخر، لكن على القوات والتيار الوطني الحر أن يدركوا اليوم صعوبة انتخاب رئيس دون حوار. الظروف تبدلت، البعض يقول العد انطلق، البعض يدعو إلى الكونفدرالية، البعض يدعو إلى المثالثة، هناك موازين قوى اختلفت، يجب الأخذ بها بعين الاعتبار، هناك تحولات في المنطقة، متغيرات إقليمية، السعودية اليوم تقوم بدور أساسي، تصالحت مع إيران وعادت فتح سفارتها بطهران، فكيف لنا أن نزايد في الداخل هنا؟ طالما القاضي راضي كما يقال. هناك سياسات تغيرت في العالم على المستويات السياسية والاقتصادية، والبعض في الداخل يتمترس خلف مواقفه. لا يمكن بناء لبنان من خلال العودة إلى حقبات الحرب وهذا التصلب الذي كان يحصل. أنا أعتقد أن توافق التيار والقوات مرحلي اقتضته الظروف، تقاطع هني كلمة تقاطع حتى رافضين إذا أردنا التفسير كعربية باللغة العربية، تقاطع يعني تقاطع مصالح، يقال هناك تقاطع مصالح، تقاطع معارضات. لو كان هناك كلمة تفاهم على رفض سليمان فرنجي وهني مش مستحيين بهذه الفكرة. أنا أقولها بصراحة أن ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور هو لضرب ترشيح النائب السابق سليمان فرنجي، ونجحوا؟ لا، هلا اوكي جهاد أزعور جاب اصوات اكثر، لكن في معادله بلبنان ومعادله قائمه، لا غالب ولا مغلوب، او تفهم التفاهم كما يقول الرئيس الراحل صائب السلام. لقد اثبتت كل الحروب العسكريه والسياسيه انه لا يمكن لاي طرف ان ينتصر على الاخر، فكيف اليوم عندما تغيرت المعادلة الإقليمية؟ هناك فريق اليوم يتمسك بفائض القوة ولديه قدرات هائلة. بس وين عم يتمسك أستاذ وجدي بفائض القوة؟ يعني لما نطلع نسمع النائب محمد رعد، لما نسمع الشيخ نعيم قاسم، لما نسمع كل القيادات الحزبية بحزب الله عم بيقولوا لك أنه تعوا نتفاهم على رئيس، خلينا نتحاور من دون أي شروط مسبقة، ما حدا يلغي حدا، وين عم يستخدموا فائض القوة؟ يعني لا، هلا كلمة فائض القوة قد تكون أصبحت مطاطة. يعني هناك، يعني أنا برأيي أنه هناك مرشح هو سليمان فرنجي محض الألقاب، ومرشح زياد أزعور، لكن أنا أتعجب أيضا كيف أن مرشح زياد أزعور هوجم من قبل بعض القوى ومعظم القوى التي رشحته في حقبات ومراحل معينة، وقيل أنه يتبع للوزير السابق للرئيس السابق فؤاد السنيورة، وكان وزير ماليته وسوى ذلك من حملات عليه، ومن ثم يتم ترشيحه. لو تم ترشيح شخصية
مستقلة من قبل المعارضة ولم تستعمل كلمة تقاطع، لو كان هناك توافق بين المعارضة يلي هي معارضات على كلمة تفاهم وتوافق على ترشيح فلان لكان هناك كلام آخر، أما يقول تقاطعنا يعني تقاطعنا على المصلحة لا. التي تقتضيها المرحلة ورشحنا جهاد أزهر. برأيك خلص هذا التقاطع؟ ولد ميتا باعتقادي، ولد ميتا بدليل حتى الآن إذا قرأنا مواقف بعض الأطراف، سننتظر لاحقا ما بعد جو. أنا برأيي نحن نلعب في الوقت الضائع. أي هدف يسجل في الوقت الضائع هو من يحسم. طيب وحتى في بعض من يقول أنه حتى الدعوة إلى حوار، لا نفترض أنه الرئيس بري كلف نائبه اللي هو النائب الياس بوصعب أنه يدير هذا الحوار وكل كتلة إلى ممثل لها، هيدا كمان مش تضيع وقت برأيك؟ هل ممكن توصل هكذا حوارات مع الاحترام لكل اللي بدون يشاركوا؟ نعم اليوم دولة الرئيس الياس بوصعب هو الأخضر الإبراهيمي اللبناني في لبنان، يقوم بدور مفصلي أكان بالترسيم أو بتدوير الزوايا في الداخل إلى مواقفه، تبين أنه رجل دولة بامتياز. أنا لا أعرفه شخصيا رغم هلا هذا الشيء عم بتبعده أكثر عن الوزير جبران باسيل وتعمل له مشاكل أكثر مع الوزير جبران باسيل. في أسماء في أسماء يعني ارحموه بس أكيد يعني في يعني شوفي في أسماء إذا كنت على خصوم سياسي ما فيك تحرميها حقها من أي طرف. اليوم بتقولي لي إنه النائب إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال الموازني يلي بتجمع على مع الرئيس بري ومع كل الأطراف إنه يتمتع بكل الكفاءة لا يكون رئيس جمهورية. القوات مش التيار. لا أنا شايف رفعت التيار بدليل إنه الوزير باسيل كان في حكي إنه تصدع التيار وفي إشكالات ومشاكل هو تبناها، ما قال له مثل الشاطرين جيتوا لعنا. هلا بالنهاية دائما بقولوا نحن رفعنا شعبية، بالنهاية المواطن الخير. بس بالمقابل أستاذ وجدي القوات ما نجحت بأنه تعمل هذا الشرخ بقلب التيار وتثبت المشكلة بين التيار وحليفه حزب الله؟ أكيد. هلا شوفي دائما بيبقوا ناطرين بعضهم على الكوع، التيار والقوات، شعبيتك زادت، شعبيتي زادت، نعم. شعبيتي نقصت. عمره تفاهم مع رب دمر اثنين وما حدا استفاد منه وشفنا وين صار تفاهم مع رب. هذا دليل انه الثنائيات اي ثنائيه بلبنان لن يكتب لها النجاح. انا بشوف اليوم انه الجميع بات لديه قناعه تامه انه التسويه اتي. وأكيد في لقاء قريب لح يحصل بالرياض بين لودريون والمسؤولين السعوديين ولح يشارك فيه الدكتور نزال العلولة والسفير الدكتور وليد بخاري في وقت قريب جدا، وسيأتي إلى بيروت وتكون زيارته بمثابة اللمسات الأخيرة للتسوية، لأنه إذا لم ينتخب رئيس للجمهورية هذا الصيف يقال أن المجلس النيابي الحالي سيكمل مسيرته النيابية دون رئيس للجمهورية لانتهاء ولايته يعني لل 26 الى حين انتهاء ولايته. اف كرمال هيك نائب رئيس مجلس النواب طرح الانتخابات النيابيه المبكره. نعم وضربه معلم وفعلا انه بس وصل لحائط مسدود. نعم يعني وصل لحائط مسدود وجع راسه اكثر ما انه هو بيكون انا كتبت مقال بالنهار منذ اشهر انه يجب حل المجلس النيابي لانه هذا المجلس ما بده ينتخب رئيس. بين انه في انه اجى بظروف صعبه انتخابه وحتى اللي انتخبوا عم بيقولوا ما منا إياهم بقى خلينا نغير تحديدا في بعض الكتل وبعض المناطق وبعض الطوائف وكذا. لذلك انه الحل بحل المجلس النيابي وانتخاب مجلس نيابي جديد. نعم.